رئيس مجلس الوزراء يتوقع أن يصل حجم الموازنة الجديدة إلى 1.1 تريليون جنيه. الدبلوماسية المصرية تنجح في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي حول الإرهاب. وروسيا تعلن تسليم مصر مروحيات K-52 خلال النصف الثاني من العام الجاري. التاسعة مساء من أونلايف، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إن المجموعة الاقتصادية ستناقش في اجتماعها المقرر الاثنين المقبل الموازنة العامة 2017-2018، ذلك بحضور الوزراء المعنيين. وتوقع رئيس الوزراء في تصريحات أن يصل حجم الموازنة الجديدة إلى 1.1 تريليون جنيه، وأن يتجاوز حجم الناتج المحلي 4 تريليونات جنيه. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا أعدته مصر وتقدمت به مع الأردن والسعودية والجزائر والمغرب حول آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان. شاركت في تبنيه 30 دولة، بينما وقفت ضده الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وسويسرا. وقال مندوب مصر الدائم في جنيف السفير عمرو رمضان إن اعتماد القرار دليل على تأييد المجتمع الدولي لرؤية مصر في الحرب على الإرهاب. أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية دور الأمم المتحدة في مواجهة التحديات العالمية الراهنة في ظل الاضطرابات في عدد من مناطق العالم، خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا. جاء ذلك خلال لقاء شكري في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي شدد بدوره على أهمية دور مصر على الساحتين الإقليمية والدولية وما تبذله من جهود لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن رئيس الشركة القابضة مروحيات روسيا أندري بوجينسكي إعلانه توريد مروحيات K-52 إلى مصر في النصف الثاني من العام الجاري، وذلك تفعيلا لصفقة تهدف دعم سلاح البحرية المصري الذي سبق تدعيمه بصفقة شراء حاملات الطائرات المروحية مسترال التي تعد مروحيات K-52 الأنسب لها. وتعد المروحية التمساح طائرة استطلاع قتالية مصممة لتدمير الدبابات والعربات المدرعة وغير المدرعة وطائرات الهليكوبتر الأخرى. تقدم وزير الداخلية لواء مجدي عبد الغفار مشيع الجنازة العسكرية لشهيد الواجب النقيب معتز مصطفى عبد العزيز من قوة مديرية أمن شمال سيناء، الذي استشهد في مواجهات أمنية مع بعض العناصر التكفيرية بالعريش. وتم تأدية صلاة الجنازة بمسجد أكاديمية الشرطة بحضور العديد من القيادات الأمنية وضباط وزارة الداخلية. في جنازة عسكرية مهيبة بمدينة المحلة الكبرى شيع ألاف المواطنين جنازة النقيب شاد العاصي معاون مباحث سوهاج، الذي توفي أمس إثر إصابته بطلق ناري أثناء حملة أمنية لضبط خارجين عن القانون. تقدم الجنازة محافظ الغربية اللواء أحمد صقر وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء من مجلس النواب، كما أدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد في السرادق الذي أقيم بمدخل القرية، وتم رفع جثمان الشهيد ملفوفا بعلم مصر وتشييعه لمقابر عائلته بالقرية. شيع الآلاف من أهالي مدينة قليم بمحافظة كفر الشيخ جثمان الشهيد المقدم أحمد صلاح مالك الدشاش الذي استشهد أمس في عملية أمنية بسيناء. وتقدم الجنازة محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر وعدد من المسؤولين بالمحافظة، وردد المشاركون هتافات ضد الإرهابيين مطالبين بالقصاص العادل. في محافظة الإسماعيلية شيع الآلاف من أهالي المحافظة جثمان الشهيد النقيب محمد عمر سليمان الجنيني الذي استشهد أثناء مشاركته في مداهمات لأوكار إرهابية بمنطقة جبل سحابة وسط سيناء.
وتقدم الجنازة العسكرية اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة وسط إجراءات أمنية مكثفة. بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة افتتح اليوم مسجد الصحابة بشرم الشيخ، والذي يعد تحفة معمارية على الطراز العثماني وأهم صرح إسلامي يتم تشييده في الألفية الثالثة في القرن الحادي والعشرين. المسجد خطط له المهندس المصري فؤاد توفيق، والذي لم يتقاضى أي أجر، وأكملت تشييده الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حضوره المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ. أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن افتتاح مسجد شرم الشيخ يعد ردا على الأفكار المتطرفة وأن الإسلام دين التسامح، كما أوضح أن المسجد الجديد يضع مدينة شرم الشيخ على خريطة السياحة الدينية. هذا يؤكد على أننا قادرون على أن نضيف بناء حضاريا جديدا إلى ما بناه الأباء والأجداد، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونصنع كالذي صنعوا في قلب سيناء، نواجه المتطرفين بمزيد من البناء ومزيد من التعمير. هذا يؤكد أن مدينة شرم الشيخ ليس مجرد مدينة سياحة ترفيهية، وإنما ستضم إليها السياحة الدينية والعلاجية والاستثمار. هذا يؤكد أننا أكدنا في الخطبة على روح التسامح في أعلى درجاتها. هذا التسامح روح الإسلام، رسالة السلام التي أراد أن نبعث بها العالم كله من هنا. أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع الولايات المتحدة، وخلال اجتماعين مع مجلس الأعمال المصري والأمريكي والمديرين التنفيذيين وممثلي كبريات الشركات الأمريكية في مصر، أشارت نصر إلى أنها تعمل حاليا على تحديد الفرص الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين لوضعها ضمن الخريطة الاستثمارية. هذا وبحث الاجتماعان التحديات التي تواجه المستثمرين الأمريكيين في مصر والفرص الاستثمارية التي يعتزم عدد منهم الاستثمار فيها. نشرتنا مستمرة معكم وفيها بعد الفاصل. قادة أوروبا يجتمعون في الفاتيكان عشية قمة روما، وإيطاليا ترفع درجة الاستعداد الأمني. أهلا بكم من جديد. أمر وزير الخارجية الإيطالي ماركو مينيتي بتكثيف الإجراءات الأمنية خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي المقرر غدا في روما، ويأتي هذا القرار بعد الهجوم الذي شهدته العاصمة البريطانية لندن وأسفر عن مقتل 4 أشخاص. وتستضيف روما غدا 27 زعيما للاحتفال بالذكرى 60 لتوقيع المعاهدة التي أرست قواعد الاتحاد عام 1957، ورفعت إيطاليا مستوى التأهب الأمني إلى الدرجة الثانية وهي الأعلى في البلاد. انطلقت اليوم الجولة الخامسة من المحادثات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة وبحضور جميع الأطراف، وترتكز جولة المحادثات الجديدة على قضايا نظام الحكم والتعديلات الدستورية وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وإجراءات مكافحة الإرهاب. بأطرافها الخمسة تبدأ محادثات جنيف الخامسة على وقع النار والاشتباكات على أرض دمشق وغيرها،
يدخل السوريون نظاما ومؤيد النظام، ومعارضة ومؤيد المعارضة، وممثل الأمم المتحدة، يدخلون الجولة الخامسة من محادثات السلام غير المباشرة في جنيف بجدول أعمال يضم 4 عناوين رئيسية تسير بالتوازي، وهي الحكم والدستور والانتخابات ومكافحة الإرهاب وفق رؤى وأولويات مختلفة. فالوفد الحكومي يصر على أن مكافحة الإرهاب هي المدخل الوحيد لتسوية النزاع، والذي تسبب منذ إطلاق قبل 6 أعوام في مقتل أكثر من 320,000 شخص، فيما المعارضة تصر على أولوية الانتقال السياسي وتتمسك بمطلب رحيل الرئيس بشار الأسد الذي تعتبره حكومة دمشق مسألة غير مطروحة للمناقشة أساسا. مبكرا بدأت المحادثات بلقاءات بين نائب المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا رمز عز الدين والوفود المشاركة في الجولة الجديدة في مقر إقامتهم. إن نائب مبعوث الأمم المتحدة حث الأطراف السورية المتنازعة على الاستعداد لمناقشة قضايا سياسية جوهرية خلال جولة المحادثات الخامسة التي تبدأ اليوم. أما على الصعيد الإنساني فتعيق المعارك وأعمال العنف وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين بشكل جيد. القتال حول العاصمة دمشق وغيرها يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى نحو 300,000 شخص، لذا لابد من وقف القتال من آن لآخر لإدخال قوافل المساعدات. الجولة الخامسة هذه المرة تأتي على وقع انهيار واضح لوقف النار الهش أصلا، وسط هجوم جديد للفصائل المسلحة على المنطقة الصناعية بحي جوبر بالعاصمة دمشق للمرة الأولى منذ سنتين، إضافة إلى هجمات لفصائل أخرى في محافظة حماة التي استولت فيها المعارضة المسلحة على مواقع حيوية كشكل من أشكال التفاوض بالنار. لكن ومن خلف الستار تبدو الأطراف الخارجية هي المحددة لمسار المفاوضات وموضوعاتها، والتي يراها خبراء تتجه إلى عدم تمكين أي من الطرفين إلى التغلب على الآخر لا بالوسائل السياسية أو العسكرية، لتأتي جنيف الخامسة ومن بعدها 6 وربما حتى 10، والصراع مستمر. الأسد باق وحكومته والمسلحون يتقدمون تارة ويتقهقرون أخرى، ووحدهم المواطنون الأبرياء يدفعون ثمن. قال رئيس الوفد السوري إلى محادثات جنيف بشار الجعفري إن التصعيد الأخير في سوريا ملفت للانتباه. وخلال مؤتمر صحفي على هامش مفاوضات جنيف اعتبر الجعفري أن جبهة النصرة إرهابية، مؤكدا أن كل حكومة تتعامل معها راعية للإرهاب. المجموعات الإرهابية التي ذكرت تحت لواء جبهة النصرة ما هو إلا محاولة فاشلة لتغطية إرهابهم وخرقهم علناً لاتفاق نظام وقف الأعمال القتالية الذي وقع بتاريخ 29 ديسمبر 2016. أصبح رائجاً في هذه الأيام أن كل التنظيمات الإرهابية المرتبطة بجبهة النصرة بما في ذلك جبهة النصرة نفسها أضحت تغير اسمها كل 24 ساعة، وذلك تجنباً لتصنيف هذه المجموعات ككيانات إرهابية بحكم تعاملها مع جبهة النصرة. ولكن هذه المسألة لا تخفى على أعين الأخصائيين في دمشق وكذلك في العواصم المعنية بمكافحة الإرهاب. احتفل الجيش السوري باستعادة مناطق المتمردين في دمشق، بينما قال مصدر عسكري سوري اليوم إن طائرات حربية روسية تشارك في ضربات جوية ضد المسلحين للمساعدة في صد هجوم كبير على مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية قرب مدينة حماة. أعلن المرصد السوري مقتل 18 شخصا في قصف نشنته طائرات التحالف الدولي على ريف الرقة الغربي بشمال سوريا. أكد وزير الدفاع الفرنسي جونيف لودوريان أن معركة تحرير مدينة الرقة السورية من قبضة تنظيم داعش ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف لودوريان أن قوات التحالف تعد حاليا المرحلة الأخيرة استعدادا لاقتحام الرقة، وأن المدينة أصبحت محاصرة بشكل كامل. وأشار الوزير الفرنسي إلى أن مدينتي الرقة والموصل أكبر هدفين للتحالف الدولي للقضاء على داعش واستئصال جذوره. خلال زيارته العاصمة الألمانية برلين، طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بالعودة إلى حدود 1967 التي تمثل 22% فقط من الأراضي الفلسطينية التاريخية. نحن أيها السيدات والسادة نطالب لمعلوماتكم ب 22% فقط من مساحة فلسطين التاريخية.
وهي حدود 1967، وأعلننا ذلك مرارا وتكرارا. نحن نكتفي بهذا، نحن نطالب بهذا، وعلى إسرائيل أن تقبل بذلك، وعلى إسرائيل أن توقف بناء المستوطنات في هذه الأراضي المحتلة التي يعترف كل العالم بأنها أرض محتلة. افتتحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت عنوان أولادنا في القاعة الكبرى بجامعة القاهرة، كما شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج مساء في الملتقى، حيث يضم الملتقى عددا من أبناء المصريين بالخارج من ذوي القدرات الخاصة. للمزيد مشاهدين معنا من هناك إبراهيم عزت مراسلنا، أهلا بك إبراهيم. إبراهيم، في البداية يعني انطلاقا من اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة، ماذا لديك من تفاصيل حول فعاليات الدورة الأولى للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة؟ نعم، تحياتي شاذلي من هنا من جامعة القاهرة، هذه الجامعة التي استضافت في تمام 6 من مساء اليوم انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الأول لفنون ذوي القدرات الخاصة. هذا الملتقى الذي يأتي تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستضيف مصر هذا الملتقى الضخم الكبير الذي يشارك فيه أكثر من 28 دولة ما بين دول عربية ودول أوروبية. حضر الافتتاح الذي ما زال الآن على خشبة مسرح القاهرة شاذلي منعقد إلى الآن عدد كبير من السادة السفراء، سفراء الدول العربية والدول الأجنبية هنا في جامعة القاهرة، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين ليس فقط على المستوى المحلي المصري، ولكن أيضا شارك العديد من الفنانين من الدول العربية. دعني أيضا أقول لك أن على مدار فعاليات الملتقى الذي بدأ من اليوم ويستمر حتى الجمعة القادمة نهاية هذا الشهر الحالي 31 من شهر مارس، سيتم عرض عدد 22 فيلما من 13 دولة عربية وأيضا أجنبية، وبتدور جميع الأفلام حول قضايا ذوي القدرات الخاصة. إذا تحدثنا أيضا شاذلي حول السادة الوزراء الذين حضروا حفل الافتتاح، بالتأكيد الدكتورة غادة والي الذي ألقت الكلمة نيابة عن السيد الرئيس دكتور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، وأيضا سيادة السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين للخارج، بالإضافة إلى دكتور يحيى راشد وزير السياحة. هؤلاء هم الوزراء الذين حضروا فعاليات انطلاق هذا الملتقى الكبير، وجاءت كلمة الدكتورة غادة والي نيابة عن السيد الرئيس مؤكدة أن حينما علم السيد الرئيس حول هذا الملتقى أكدت على اهتمام سيادته لاستضافة مصر لملتقى كبير مثل هذا الملتقى الدولي. أيضا حتى لا ننسى تم تكريم عدد كبير من السادة الفنانين هنا على خشبة مسرح القاهرة، منهم الفنان الكبير فاروق الفيشاوي وأيضا أحمد رزق والفنانة إلهام شهيد والراحل الفنان الكبير نور الشريف والفنانة نبيلة عبيد والفنان محمود ياسين، وكل هؤلاء لأنهم قدموا أعمالا فنيا تناولوا خلالها قضايا ذوي القدرات الخاصة. نعم إبراهيم عزت مراسلنا من جامعة القاهرة، شكرا جزيلا لك. نظرا للإقبال الملحوظ عليه من المواطنين، مد معرض القاهرة الدولي فترته حتى نهاية مارس الجاري، ويأتي المعرض هذا العام تحت شعار أفريقيا في قلب مصر. إقبال ملحوظ على معرض القاهرة الدولي والذي تستضيفه أرض المعارض بمدينة نصر في دورته 50، حيث يحتفل بيوبيله الذهبي، مما أفضى بقرار الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بمد فترة المعرض إلى نهاية شهر مارس الجاري. احنا عملنا المعرض كان أساسه أن احنا نخدم المستهلك المصري، وانت شايف زي ما ده كان المفروض النهاردة آخر يوم، انت شايف إقبال جماهيري قد إيه، فكان قرار المادة عشان ان احنا نخدم الشعب المصري او جمهور مصر. وكان هدفنا السنة دي كانت كل افريقيا ضيف شرف،
يعني اي دوله كانت من افريقيا كانت بتعبر الشرف ان احنا كان شعار المعرض افريقيا في قلب مصر. ياتي قرار مد فتره المعرض لسبعه ايام اضافيه في ضوء الاقبال الملحوظ من الجمهور، حيث بلغ اجمالي عدد الزوار 340 الف زائرا خلال خمسه ايام فقط، مع تحقيق مبيعات بلغت 22 مليون جنيه في هذه الفتره الوجيزه. اكتر حاجه بتميز المعرض ده ان في حاجات ما بتلاقيهاش بره بتلاقيها هنا، كل حاجه من الابره للصاروخ. كل سنه كان بيبقى كويس، بس مع غلاء الاسعار الحاجه هنا بردك رفع. هيفرق مع ناس كتير، حتى يعني في ناس كان ممكن يكون عنده شغل عنده فتره، فالمد ده هيفرق مع ناس كتير، هيفرق مع تجهيزات مع حاجات كتير جدا. تنظيم 100 100 بصراحه، ما كانش متوقع ان اخر يوم الزحمه دي ويكون في النظام ده بصراحه. لا والله هو الاسعار اللي هنا احسن من بره 100 مره يعني، وهو نفس المعرض كل سنة هي نفس الحكاية. على الرغم من ارتفاع الأسعار والكلام ده، لا الأسعار هنا ما شاء الله. يفتح المعرض أبوابه من 10 صباحا وحتى 9 مساء يوميا، ويستمر حتى 31 من شهر مارس الجاري، مقدما لزائريه عرضا واسعا لمختلف المنتجات والمصنوعات التي تهم المواطن المصري. من معرض القاهرة الدولي بأرض المعارض، مينا مكرم، أون لايف. أعلن المستشار إبراهيم قطاطو رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب المصريين الأحرار فوز الدكتور عصام خليل برئاسة حزب المصريين الأحرار بالتزكية. أوضح قطاطو أن خليل استوفى كل شروط الترشح، وخلال الفترة التي فتح فيها الحزب باب الترشح لمنصب رئيس الحزب لم يقدم أي شخص آخر أوراقه لرئاسة الحزب، ولذلك تعلن اللجنة فوز عصام خليل بالتزكية. من جهته قدم دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار الشكر لأعضاء حزبه على ثقتهم واختياره رئيسا للحزب. كان هذا كل ما لدينا مشاهدينا الكرام، الآن نذكركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس الوزراء يتوقع أن يصل حجم الموازنة الجديدة إلى 1.1 تريليون جنيه. الدبلوماسية المصرية تنجح في تمرير قرار بمجلس حقوق الإنسان الدولي حول الإرهاب. وروسيا تعلن تسليم مصر مروحيات K-52 خلال النصف الثاني من العام الجاري. شكرا للمتابعة، نلقاكم دائما على رأس كل ساعة.